محكمة درجة الكوالي إذا ماذا قلب كسيدة الصومالية يا ما أنت أوفر السيدة عوال عقابات كلو أي سي اللح هذا سنة كواس وعفيس كحيران تقول يا محكمة ده إذا ماذا أي كسر هذا السيد دنبيا كالدوان وحي محكمة درجة الكوالي إذا كل دقي ستي أدو ده عفيس كحيران تقول يا محكمة ده وهذا سنة عشان لقصوا إذا دنبيا يكمدين أكمدها نشو ده كوحل على الشباب يهيني قيسين فالدنبيا دي يكمدين دلال وحي سيدو كلام محكمة ده سيدو ده قرينكي دفاعي هذا سنة أكدب أقدام بنتي وحي محكمة إذا ماذا قلب كسيدة الصومالية أقوان كجارت أدي الله هيسي هذا سنة عشان كواس أي محكمة كل شيء دم بيدي لقصي هذا يكون حكم تاع حكم لك الدوان هذا سنة أنا أي محكمة دبوسي سحرية ده كدي مركي لقوه هذه لقصي أوجي وكان قدوميها محكمة درجة كواس إذا ماذا قلب كسيدة الصومالية كورن الحسن على النور شوته أو شرحها يا أقوان كمحكمة ده كو سعيد عبد الناصر ديني سدح لباتن جرأة هنا آمينو يوسف كل شيء حمر دجان هضن لبو عبد الفتاح عبد الرحمن محمد صدق إلى بجرأة هنا حاليا مسجد أحمد كل شيء قال جدود دجان حمر هو أصوا حفيز كحيلان إذا ماذا قلب كسيدة كسو إيدي إن أي يجو عبسن وحيابها ما إنك دورية أي دع وجيستين لأن يرد دجان الدج ماذا حمر تجب كان قاعتين موبايلو إسلام مر كان إيدي سنها كواد وقعنتي سكود دلي مرحوم ليبان حسين شيخو تاريخ مركي ايد سدح لباتن كي بشي طبنات لباكن افري طبن كديب مركي اي كاقاتين موبيلكي اووتي مرحومك وحبط كل افتي دو دير كديب محكمة دا مركي اركتي ايدي اسوقت بيحرياياها ايدا مدى قلقو سيدا وكل سنة قضب دا افر بغل صدني افر افر بغل سيداتي افر حركة عقابة الصوماليات اي قضب كسقالي طبنات حركة عقابة ايدا مدى قلقو سيدا مركي دقيستي خيرالادة ايدا سنياشا كالاه سعيد عبد الناصر ديني يا عبد الفتاح عبد الرحمن محمد او اي كهر قرتين قرصورك محكمة درجة الكواد عيدا مدى قلب كسيدة هرتيسة كان هر عدايين ان اي سوق قتين وحيابها مانك الدورية مركي اي عبين اي او امادين افرنين او دلن يرأة او فردية ورشد برف او اي كشقينين كدبنا او قري اكي فودي سبن اح او كقبتي ايدي سنة سعيد عبد الناصر ديني مركي اي دمعين ان اي بارانة او لمرمي ليبان حسين شيخو او كمد اها دان يردي لبارانية كدبنا او حبط كل افتي سعيد عبد الناصر ديني سيداسنا او كغيريو دي مرحوم ليبان حسين شيخو مركي اركتين مرخاتياشي اي عديميه لهور كياني محكمة ده هور تيدا او اي كمد اهايين موبالكي اي كاقاتين مرحوم ليبان حسين شيخو مركي او غيريو دي كدب اي قرقي ديلك اللوغو جيستي مركي ديجيستي دو دي غرينك او اهيد إن إذا سنياش لون حريصه لونه أيق سفاله دم بيجفضية ما دام أوصل عقل جود الجوجن حلقة أي دبات الجيسين عين سياس درتاد محكمة وحاو عضاتي إن إذا سنياش كله سعيد عبد الناصر ديني يا عبد الفتاح عبد الرحمن محمد أي وديهم دم بيليال قلي دم بيدي اللي وسو أوجي وحينا كوك على حكمتي كو عبد الناصر قام كديقلي سعيد عبد الناصر ديني دل توغشا اه او اه قصاصتي مرحوم ليبان حسين شيخو لابو عبد الفتاح عبد الرحمن محمد شان اي تمصنا او حبس عيدان اه عدي انكو غنع سنين حكم كمحكمة دا وحاوفونا الرعفان وجيد حكم محكمة دا مالنتي اي تاريخ دو اهد لحي لباتن كي بشي لبات لابكن شان اي طبن محكمة دا درجة دا كواد عيد مادا قلب كسيدا وحاوفا ريستي دعوة الرقابات كي لو هستي اهدي سنة عبد القادر دبل حوجة عبد القادر ياسين عبد السلام لباتن جرأة هنا فاطمة أحمد كل شيء دجن حمر كتر سن جوتين سدحات قيبت لوي طبعا كأبريل حوجة ذلك سوام عريض كاس أو حفيز كحيلان تعيد ماذا قلب كسيدة كسو إيدي إن أصقوا مجع بين أبور وقتر سن عيدا كحوجة ذلك وصيب برير أودي لي مرحوم فارح ظاهر علي تاريخ مركي كوي لباتن كي بشي كوي طبعا هذا لبكون أفرج طبعا دل كاس أو كد عيد دجن ماذا بولا مرير قبل كشبة الله هوسي ضاد دير كذب محكمة دا مركي أركتي إيدي أسوق بي حرياليها أو كل حسنة القلب كأفر بغل صدني أفر حرك عقابة صوماليات إيه قلب كسقالي طبانات حرك عقابة إذا ما دقلب كسيدة مركي ديجيزتي غرالك إيدي سنة دبل حوق عبد القادر ياسين عبد السلام أو كهر قرتي قرصورك محكمة دا درجة دا كواد إذا ما دقلب كسيدة هرتيسة كانهر عديي إن أو قوري كسو تاقي مرحومك أساقنا أو كل رفتي حبط سيداسنا أو كدلي markay dhageysatay dawladda qareenka oo ahayd in ay sanaha loo naxariisto maadaama uu islaaha iska difaac sidaasna uu ku geeriyooday marxuum faarax daahir cali
sidaas darteed maxkamadda waxa u cadaatay in eedaysane deble xooga Cabdiqaadir Yaasiin Cabdisalaan uu yahay dambiile galay dambigii lagu soo oogay waxayna ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum Faarax Daahir Cali. Ujeedda xukun maxkamadeed maalintii ay taariikhdu ahayd 26/2/2015 maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaasha kale ah kow deble jadiid maxamed cabdi maalin 22 jir ah ina shariifo maxamed ku dhashay shabeellada dhexe degan wadajir ka tirsan dugsiga tababarka warshadda nacnaca labo deble xooga daahir xasan maxamuud 28 jir ah ina maka cali xasan ku dhashay galgaduud degan wadajir kuwaasoo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida kusoo eedeeyey inay dhac iyo falal amni darro ah ka wadaan degmada dharkeeley dood dheer kadib maxkamadda markay aragtay eedii uu soo gudbiyey xeedhayaalyaha oo ku xusneed 484 xeerka ciqaabta soomaaliyeed markay ogaatay in maxkamadda aan la horkeenin wax caddeyn ah oo lid ku ah labada eedaysane markay dhageysatay doodii qareenka oo aheyd in eedaysanayaasha aysan jirin cid ku caddaysa heedda loo haysto isagoo ka codsaday maxkamadda in xorriyadooda dib loogu celiyo lagana sii daayo xabsiga sidaas darteed maxkamadda waxa u caddaatay in eedaysanayaasha kale ah deble jadiid maxamed cabdi maalin labo deble xooga daahir xasan maxamuud aysan ahayn dembiilayaal galay dembigii lagu soo oogay waxayna amraysaa in xabsiga si degdeg ah looga sii daayo haddii aan loo haysan dembi kale ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u furan racfaan wabillaahi towfiiq maxkamadda ciidamada qalabka sida soomaaliya muddooyinka ugu dambeeyey waxa ay dardar gelisay howlaheedii shaqo iyadoona maxkamaddu ay si joogta u qaaday dacwooyinka la xiriira dembiyada ay ka mid yihiin argagixisanimada burcadbadeeda iyo dembiyada ciidanka cabdicasiis afrikaasan t v muqdisho